الدولة والمصانع والمواقف الحالية، لكن يجب تحقيق غايات جيش جبهة التحرير والتحرير الوطني، وهو ما كان يسهل على الأقل مأمورية آنذاك الاتصال باللاعبين، وكذا تطبيق الخطة اللي كانت تم. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عمابة، اليوم بدينا نصوروا في بوزراد حسين ما بين لاسيتي وجبل تيهود، نعديو سونتر فيل رومبواط الحطاب، وراه مع العمل كالعادة كما بدينا نبداو ان شاء الله. محاولة كبيرة قطوة الجزائر، يعني بلهم الإمدادات راهم يجون، الخارج الإمدادات راهم يجون، تونس راهم يجون، المغرب راهم يجون، أوروبا، يعني يحاولوا يجيقوا قدر الإمكان على المغتربين الجزائريين باش ما يوصلوش يعني سواء الأموال أو الأسلحة لطور توحيه، يعني أي مغتاب جزائري مهما كان صفته كان يتعرض لرقابة شديدة أثناء مغادرة الحدود الجزائرية، يعني بعد الاتصال بهاد اللاعبين الالتحاق بفريق جبهة التحرير، ويعني كما قال الأستاذ كان فيه طريقين اثنين، يعني عبر سويسرا وعبر إيطاليا. احنا على بالنا انه مش جميع اللاعبين قدروا يلتحقوا آنذاك بالفريق الوطني، الأغلبية كان فيه اثنين، يعني معوش اللي توقف في الحدود السويسرية، توقف في الحدود السويسرية واضطر انه يرجع من الحدود هربا من المحاسبه بعد ذلك. بعد انشاء فريق التحرير، يعني معوش نقدر نقولوا انه حسب الخطوات نتاعو جيدا، كان على باله انه بعد انشاء واعلان عن انشاء فريق جبهه التحرير لا محاله سيكون رهن الاعتقال وسيكون قيد التحقيق صارم. كان لاعب ثاني ايضا اللي تعرض لبعض المضايقات في الحدود السويسريه ايضا، رواي اعتقد رواي عمر رواي يعني اللي كانت تلقى صعوبه في الخروج من الحدود السويسريه، ولكن رغم هذه الصعوبات قدروا ان اللاعبين يخرجوا ويلتحقوا بتونس من اجل انشاء الفريق الوطني. واعتقد انه الشيء اللي دار ضجه كبيره يعني في الصحف الفرنسيه انذاك، كما قال الاستاذ انه الجوله اللي كانت تلعب فيها الدور الفرنسي انذاك كانوا الجولات الاخيره في الدور الفرنسي وكاس العالم على الابواب، كاس العالم على الابواب، الجولات الاخيره في الدور الفرنسي كان فيه يعني ترقب لي من هو الفائز باللقب، من هو يعني المتصدر. قلنا انه معظم الجزائريين كانوا نجوم في فرقهم، وفجأة نلقاو أن مجموعة من الجزائريين، مجموعة من الرياضيين النخبة يختفون دون أي إعلان مسبق. الشيء اللي كتبت عليه الجرائد الفرنسية آنذاك كان لديه الجرائد العالمية، أستاذ منزوش، أنه قيادة الجبهة أعتذر فقط، قيادة الجبهة في تلك الفترة تعمدت أنه عند وصول اللاعبين اتصلت بجرائد عالمية وفضوا يعني مصورين فوتوغرافيات يعني، وراحوا المطار في تونس منتظروا لحظة الوصول اللاعبين والتقطوا، كان حتى فيديوهات يعني تبرز لحظة وصول لاعبين المنتخب الوطني، وأيضا صور كثيرة سفيان، تلك الصور نشرت في كبريات الجرائد العالمية الرياضية سفيان، على غرار لو موند الهدف من بين الأهداف المسطرة من هذه العملية أنه تكون عن القضية الجزائرية ولها رواج عالمي ودولي، وبالفعل لمجرد هروب فقط المحترفين الجزائريين نحو تونس عبر الحدود الأوروبية الإيطالية والسويسرية، يعني هذا يعني هدف من بين الأهداف الذي كانت مسطرة من قبل القيادة آنذاك. بطبيعة الحال احنا كي نقولوا هروب النخبة الرياضية الفرنسية من أجل الالتحاق بالثورة التحريرية، يعني رانا نأكدوا على التزام الجزائريين بالوطنية نتاعهم، يعني نهضروا على مغتربين عايشين في فرنسا مفرجة من الإمكانيات ليهم، يعني أجور مليحة، مستوى اجتماعي جيد، شهرة واسعة، تنافس يعني رياضي على مستوى عالي واحترافي،
لبوا نداء جبهه التحرير وجيش التحرير الوطني، وعلى بالهم يعني الشيء اللي راح يجي من بعد هاد تلبيه هاد النداء. يعني تركوا كل شيء، تركوا يعني نقول لك فرنسا بما فيها سواء المال او شهره او رياضه من اجل دور التحرير. يعني هذا الشيء اللي بس نقول الصحف الاجنبيه كتكتب عليه تكتب يعني بصحتكم كاين شعب جزائري متمسك بالوطن ديالو متمسك بالحريه تاعو. يعني احنا ما عندناش نهضروا على المتمردين كما روجت اليه فرنسا كما قال الاستاذ انه عمليه تخطيط لطريق كان على مراحل، كان فيه استراتيجية. يعني لما فرنسا فلاقة ومتمردين وهذه فئة معزولة، كان فيه انضمام جميع فئات المجتمع إلى التحرير فرادة وجماعات. لما نقول احنا مشاركة طلبة في 19 مايو، لما نقول إضراب في الدار في جوفي، لما نقول احنا تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نهضر على جميع الفئات، نهضر على العمال، نهضر على الطلبة، نهضر على الرياضيين، نهضر على جميع الفئات اللي كانوا. لما نقول انه كانوا فيه مظاهرات، كانوا فيه مظاهرات في الداخل وفي الخارج، جزائريين ومغتربين. اي كان فيه وطن، كان فيه وطنية، كان فيه تمسك بهذه الحرية، كان فيه تمسك والتفاف حول جبهة وجيش التحرير اللي أعطالها مصداقية أكثر، اللي أعطالها مركز قوة للمحاورة مع المستعمر. احنا نقول على الرغم من التضييقات انه الفريق هذا لما تم إنشاؤه ما وصلوش بالسهولة اللي كانت. انا لا، احنا قلنا اللي كان فيه تضييقات، كان فيه يعني المنظمة المسيرة للعبة كرة القدم حاولوا تضييق على الفريق هذا وتمنعوا من نشاط ورفع الراية الوطنية كذلك أنا ذات. يعني كان فيه تضييقات، ولكن الحمد لله الجزائر كان فيها رجال اللي حبوا يرفعوا العلم الوطني ورفعوه يعني في النهاية. الحمد لله احنا رانا نحتفل 600 استقلال. هذا شيء راجع الى جهد جميع رجال الجزائر على جميع الجوانب. يعني قلنا الثقافه السياسيه والثقافه في المجتمع وكيف احنا نسير الثوره الجزائريه. لما قلت انه ثوره فريده من نوعها، لما قلت انه في العصر الحديث اصبح هي اكبر ثوره واللي لازم تكون المرجع والملهم في الثورات، ما قلناهاش يعني مجاملات فقط، ولكن كان فيه رجال خطوا لها وقاموا بها واجتهدوا من اجل الوصول الى الحريه وتحقيق مطلب الجزائريين والشعب الجزائري وايصال كلمه الجزائريين الى المجتمع الدولي وفي الاخير يعني نيل الاستقلال. الحمد لله. ما بين تقييم الاستقلال نذكر فقط انه بعد الاستقلال بسنوات لما سئل محمد معوش يعني العضو الاتحادي الجزائري لكره القدم، نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل، ويعني احد لاعبي هذا المنتخب او فريق جبهه التحرير الوطني، لما سئل انكم يعني كيف انتم تركتم المال والجاه والشهره والسمعه والاموال وفرنسا، قال ان الاستقلال لا يقدر بالثمن. نستمع الى الان الى فاصل غنائي، نبقى الحمد لله نبقى الاستماع في بلادنا.
ايطاليا الطيب الحروف رحمه الله، هو اللي استقبل هؤلاء اللاعبين ووجههم في طائره ناحيه تونس، وعند وصولهم لتونس كان هناك استقبال من وفد الجبهه، هناك كذلك مصورين واحدة فاشل كبيره تلك الفتره في الجرائد العربيه. بعد ذلك سفيان بدا يلحق جميع اللاعبين تقريبا ويجلهم لك النظام، تركوا لك سياراتهم، تركوا البعض، تركوا الصواريخ، تركوا ايضا في حسابات والبنوك كان اموال طائله باعتبارهم كما تم استخدام النجوم في فرنسا في تلك الفتره. بدا هذا الفريق بخوض مباريات لتعريف من اجل تحقيق الهدف المنشود، ورئيسي من تاسيس هذا الفريق سفيان هو تعريف بالقضيه الجزائريه للعالم. اذا هذا الفريق قام بجولات ماراثونيه سفيان من امريكا، من دول المغرب العربي لامريكا اللاتينيه، لدول العربيه، لدول الافرو اسيويه، الاتحاد السوفيتي، يوغوسلافيا، جميع حتى فقط عن بعض المقاطعه لأن القياده انا بالقياده الجزائريه المشرفه على طول الجزائري قالوا انه بالحق واحد من الخطاب السياسي يمكن يجمع ما بين 100 الى 1000 شخص، لكن في كره القدم مقابله واحده فقط يعني يكون لديها اكثر من 60,000 متتبع، وهذا ما روج للقضيه الجزائريه على مستوى الدوله. بالفعل سفيان كرة القدم هي افيون الشعوب وهي الملهم بالنسبة لكثير من الشعوب، يعني كما ذكر بعد ذلك رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس عنده تصريح على لسان معوش يقول فيه بأن هذا الفريق عجل باستحلال الجزائر 10 سنوات سفيان نظرا للمجهودات الكبيرة التي بذلها في التعريف بالثورة الجزائرية. لانه في كل مقابله فقط عام يعزف النشيد الوطني او السلم الجزائري ممكن يرفع على الرايه الجزائريه الرايه الوطنيه والقميص ايضا سفيان نعم. كان يحتوي على العنوان الوطنيه نعم. وكانوا يعني حققوا نتائج كبيره سفيان، اول لقاء كان فازوا بنتيجه 6-0 على المنتخب التونسي نعم. كانوا يفوزوا بنتائج كبيره سفيان في ضد العراق فازوا 14-0 نعم. ضد منتخب سوريا كذلك الاتحاد السوفيتي يوغوسلافيا امريكا اللاتينيه وسفيان الثوره الجزائريه تخيل وصل حتى لامريكا اللاتينيه يعني قبل اشهر من الان سفيان كنت قاعد في البحث حول طلب الجزائريين ويعني دورهم في الثوره الجزائريه وجدت سفيان انه طلب وصلوا حتى لبيونس ايرس في الارجنتين وتشيلي ويعني جابوا دعم تنظيمات نقابيه وطلابيه في الدول هذيك وخرجوا امام السفارات الفرنسيه وهذا هذا المنتخب يعني عامر كذلك سيد المدير يعني حسب الاحصائيه التاريخيه لعب تقريبا 100 مقابله يعني منذ تاسيسه في افريل 58 الى غير 6 جويليه 62 يعني كانت هو يعني اخر يوم في تاريخ هذا المنتخب لانه بعد تم تاسيس المنتخب الرسمي لكره القدم الجزائريه تقريبا 100 مباراه مع مختلف كما قال عام الدول العربيه الاسيويه وحتى اوروبا الشرقيه وامريكا اللاتينيه. يعني التاسيس كنقولوا مقابلات مقابله واغلبها كانت فوز يعني دون يعني انه يكون عندنا غرور يعني كان فريق قوي نتائج كبيره يعني منتخبات اوروبيه منتخبات افريقيه عربيه تونس المغرب ليبيا يعني العديد المرات وكان في عدد الهزائم قليل كثير اللي يعني هذا النشاط وصل حتى 1962 احنا نقولوا يعني الجيش الوطني الشعبي يسالي الجيش التحرير، احنا الفريق الوطني الجزائري يسالي الفريق جبهة التحرير الوطني، يعني كان في هذا التواصل من فريق جبهة التحرير من 58 62 الى تسليم المشعل الفريق الوطني الجزائري، يعني انا ذاك كان هو اللي يمثل المنتخب، هو اللي يمثل الجزائريين، هو اللي يمثل جيش جبهة التحرير الوطني، اعتقد انه الدور اللي قام به كان دور كبير جدا في 4 سنوات كما قال الاستاذ قرب وعجل في الاستقلال واعطى يعني للجزائر ولجبهه التحرير موقف او نقدر نقولوا انه اعطى له قوه من اجل التفاوض يعني لما نقول انه الرياضيين انذاك والرياضيين النخبه اللي كانوا يعني نجوم انذاك خيروا الجزائر صح. وكان نشوفوا انه انذاك يعني لاعبي المنتخب الفرنسي تخلاو عن منتخب فرنسا وتوجهوا الى فريق جبهة التحرير يعني راهي مسبقا الجزائر راهي فازت في
في نضال رياضي نضال يعني انتصرت دوليا على المستوى الفرنسي بطبيعة الحال. يعني احنا نقولوا بلي الانتصارات لما تكون يعني على جميع الأرصدة راح يكون فيه في الأخير انتصار كل جماعة اللي كانت يوم 5 جولي يعني فرحة عمت يعني جميع أرجاء الوطن. احنا نقولوا انه تلك الانتصارات اللي كان يحققها فريق جبهة التحرير كانت ترفع في المعنويات يعني الجزائريين، كانت تعطينا فخر واعتزاز يعني المواطنين الجزائريين والشعب الجزائري انذاك ان لهم يعني رياضيين نخبة عندهم فريق اللي يقدر ينافس يعني على الرغم من انه فوز رياضي الا انه يعني يعطيك ثقة في النفس، يعطيك يعني تعلق بهذا الوطن. قلنا أن الوطنية تاع اللاعبين الجزائريين هذو خلات انه مختلف الطبيعة في المجتمع يعني تنحي الخوف نتاعها. احنا لما نقولوا انه لاعب مستوى عالي وعنده وضعية جيدة والتحق بجبهة التحرير والتحق بالنضال مع جبهة التحرير راح يعطي ويفتح ابواب النضال لجميع افراد هذا الشعب اللي كانوا متخوفين، اللي كان في عندهم شك يعني حالهم شك وعندهم شك باليقين انه القضيه الجزائريه راهي ناجحه وانه القضيه الجزائريه يجب التمسك بها، انه الاستقلال والحريه راه مطلب لن يكون ببعيد. وكما كان الحال يعني بعد تاسيس هذا الفريق 4 سنوات من بعد الحمد لله نالت الجزائر الاستقلال وكان الفريق مازال يلعب. احنا نقولوا انه على رغم التضييق على الفريق حاول قدر الامكان انه يؤدي الدور نتاعو. لما نقولوا انه الثوره التحريريه كانت بتكافل جميع الجهود، فريق جبهه التحرير الوطني كان عنده نصيب من هذه المجهودات اللي بذلها في اطار تدوين القضيه الجزائريه. كما قلت انت رفع الرايه الوطنيه وعزل الشيء الوطني ليس بشيء لهين انذاك. الجزائر كانت دوله مستعمره ولم يكن لها الحق في رفع العلم الوطني في بلادها. فريق جبهه التحرير يعني رفع العلم الوطني وارتدى قميص الجزائر في مختلف المقابلات الرسميه. احنا ايضا اريد ان ننوه انه انشاء فريق جبهه التحرير الوطني كان في دوله جاره دوله شقيقه اللي هي تونس. الحمد لله يعني استقبلنا الشعب التونسي والدوله التونسيه يعني في الاستقبال اللي كانت تحدث عليه الاستاذ كانت فيه السلطات الرسميه التونسيه على راسهم الرئيس بورقيبه اللي استقبل فريق جبهه التحرير. يعني هذا شيء ايضا اعطى قيمه كبيره لهذا الفريق بحضور يعني الصحافه والاعلام العالمي. يعني دوله تونس وما قدمته يعني الجزائر من مساعده من اجل سواء تدعيم طور التحرير او تدويل القضيه الجزائريه امر لا يستهان به. ايضا كان فيه اعتقد بعد المباراه الاولى مع منتخب تونس كانت مباشره مقابله مع منتخب المغرب وانتصر فيها المنتخب الجزائري. يعني لما نقول احنا انه فريق جبهة التحرير ساعد في التدوين وفي تحقيق الاستقلال كان يعني الدور هام وهام جدا. الشيء الايجابي خبرك كذلك استاذ عمر انه هؤلاء اللاعبين تقريبا يعني كلهم شباب ما بين 20-23 سنه، يعني ليس بالامر الهين انه الشهره والسمعه والاموال والبطوله المحترفه على ابواب المشاركه في مونديال السويد 58، ومع ذلك هؤلاء الشبان والشباب لم يغلبوا اي شيء لانه كانوا على ايمان والعقيده بالقضيه الجزائريه. طبعا سفيان هذا الامر اولا يعود لفضل مجهودات الممثلين الجزائريين والاليات سفيان التي استعملوها في تلك الفتره لاقناع هؤلاء الشبان. ايضا سفيان هذا الامر ما خليناش ننكروا ان هؤلاء ايضا كان عندهم حب للوطن ايضا سفيان منذ النشأة. طبعا لو نتبعوا البيبليوغرافيا تكوين هؤلاء الاسماء سفيان نجد ان بعضهم تكون في كشافه الاسلاميه والبعض فيهم كانوا رياضيين في فرق كانت مثل الجزائريين سفيان.
كما عبالنا كانت نوادي في تلك الفترة اللي كانوا في الجزائر قبل ما يلتحقوا بفرنسا، مثل إبراهيمي اللي كان في فريق بونو، الاتحاد الرياضي الإسلامي بونو، كذلك أسواء أخرى كانت في مولودية الجزائر، في مولودية قاسنطينة، في الاتحاد الرياضي الإسلامي بالعباس على غرار رواي. طبعا سفيان هذا الأمر أيضا عنده خلفيات يعود لمجموعات الحركة الوطنية أيضا. صح. الثورة الجزائرية هي بنت أفكار الحركة الوطنية سفيان. والحركة الوطنية بذلت مجهودات كبيرة جدا. صح. في إعداد القاعدة وفي التحضير للمعركة الحاسمة بعد ذلك سفيان. مثلا إبراهيمي كان يجد اللغة العربية، كان هو اللي مثلا يعمل تصريحات في الدول العربية سفيان، وهذا الأمر يرجع لفضل التكوين الاتلقاء في الكشافة الشيخ المونا اللي كان في مدينة عنابة. نعم. وكثير من الأسماء أخرى أيضا كانت كما ذكرت في فرق مولودية الجزائر، مولودية العاصمة، والحركة الوطنية أيضا استعملت الرياضة للمقاومة الثقافية سفيان. نعم. سواء الطيار الإصلاحي أو الطيار الاستقلالي. نعم. جمعية علماء وكذلك حزب الشعب حركة انتصار الحرية الديمقراطية. نعم. طبعا جميع النوادي اللي كانت تمثل المسلمين في تلك الفترة أسست من قبل إما الطيار الإصلاحي أو الطيار الاستقلالي سفيان. نعم. بالتالي هذا الأمر لعب دور في زرع العقيدة، عقيدة النفاح على الوطن والاستقلال وطرد وضحك المستعمر الفرنسي لدى هؤلاء الشبان. بالتالي نستطيع القول أن الأرضية كانت جاهزة سفيان، فقط آليات لإقناع سفيان، والتي يعني نجح فيها يعني قيادة جبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعني على مستوى عالي جدا. التاريخية الثقافية والرياضية التي خلدت الاستقلال كان في العديد من النشاطات والذي يتجاوزون نحاول في جميع المحطات التاريخية سواء من قوى المعمار أو في الجزائر، كنا خصصنا ندوات تاريخية للأبطال في الجزائر بعض المختار مختار صايدي أو مختار صايدي سيكون طارق البلدية التي نسمع الشهداء رموز كرمنا يعني مجاهدين على مستوى مختلف بلديات الولاية. الآن يعني في برنامج البلدية التي تقدم سكينة الاستقلال التي تجاهدين صوت برنامج ممكن تكون الزيارات الإنجيلية للمدن music, roots rock reggae.
شافوا فيا وسع عيوني، راهم شافوا فيا بركة وخيا بركة محلا. هنا حلقة فضة والحياة قصتي قصة حكاية طويلة ما تتنسو، عشقتها فرنسا خلتني محير مكواني، عشقها سوسة زادو دارو عليها العسو، كي بغيتو ننسو الاستوار اللي بينها وبيني، راني مدمر خلوني نروح اجل العمر، قلبي تفكر اللي راح اشوك وهدني قطعة تضحك يحسن عونك يا قلبي صبور، ما عنديش صغار هذه المحنة راح كويتني بغالب
هنغر لبني دين هنغر خيال هيبة مسحرني كيفاش ناقع جني ما بغى يقلب جنها طمع نلقاها سفيان متمني شوفها غير بعيني قال غياب هنغر يا سفيان هاد المحنة معرف مالها لبني دين هنغر خيال هيبة تمسحرني كيفاش ناقع جني ما بغى يغلب جنها فما نلقاها لو كان نشوفها غير بعيني راني مدمر خلوني نهج العمر قلبي تفكر اللي راحت بكواتني يا بابا بابا قطعة البحر احسن عونك يا قلبي صبار ما عنديش نهار هاد المحنة راه دادني الكلب تعمر نبريا لا تليفون لا اخبار على جالها نهجر وننسى كاع بحايني نكرت العشرة ونسات بيناتنا الشاطرة سباب هالهضارة هادوك هما عدياني خلات مارة في قلبي ماشي من برا شعلة حمرة يبكي تحت نعماني راني مدمر نور هالجل احمر قلبي تفكر اللي راح تنساني تبعت البحر يا حسن عونك يا قلبي اصبر ما عنديش زهر Yeah.
الراي 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 يا نحي عليا والمحنال دلالي الراي 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 واللي غاروا منا يا ليلي روكي احنا دلالي روكي احنا دلالي قلبي بقى البيضة فرقع لي اهلتنا قلبي بقى الصرقة الصرقة بيضع لي اهلتنا بيضع لي اهلتنا قلبي بقى الابريمي وما واش نحلهم قلبي بقى الصرقة بيضع لي اهلتنا بيضع لي اهلتنا الراي 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 عينيك يا عيني Thank you.
احبس مني معك الباب والدين نزيه يا رب لي العزيز وياك الباب والدين نزيه ديني معك يا بابا الباب والدين نزيه احبس مني معك يا نبحر عليا يا نحي عليا وانت يا نمو شيلاني نبنيها ديما يبني خيالها لحظ نوعوني يا ناقف عتاب حرام Thank you.
ماني نبغيك حبيبي ونموت عليك. نبغي نصلي لجيك والخاف لا يحسوا بيا قلبي هنا تاني يطبي ما داواني وعليه قلبي ما هناني واه يا سيدي بالعقل يا الله هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا علاش بك غير خيال الله تباتي معايا سهرانة ويزولون ضرار علي الله يلعب رخا في مولاك لين ونهمش لي مرور كيفاش بعيديني ننساك وانا عشقا فيك اللي الله يلعب رخا في مولاك ونهار نجري موراك كيفاش بعيديني ننساك وانا عشقا فيك انت يا ما هنيني يا بنت الناس علاش راكي بعدتي فيا علاش راه كانت قعدي ياس راه كبير في بالك يا ما
جبتك في جيبي دارك رهانيات يا الله I'm in a song.
حبك اسعي ايه
Thank you.
نخلقهم في الرقة وانا صهري الكاس محويا البيضة مونة البيضة مونة البيضة مونة نديها كاس حرويا سرحيلي يا زرق الله سرحيلي يا زرق الله يا بلادي يعني خارج غير افرحي وتهني وسلحي كان فسادك مني بلادي يعني خارج غير افرحي وتهني وسلحي كان فسادك مني مش مني
يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني فيك البطالة هزير زاني جبال الضحك صامت والهموم احبال والدمع يمام المحاين سال كسنا تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوف الحال سمعونا نبكو شاخو عالموال زينت ببانهم انا ستنا لك فال يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وصحي كان في سادك مني بلادي يا هاني خارج غير افرحي وتهني وصحي كان في سادك مني مش مني والله العظيم اوحشوني
ولا وفي قلبي لايف. غالية محبوبة قلبي، محبوبة قلبي الغاليون غاليون غاليون، كيبتني قلبي بعيون، قلبي بعيون الكيبيون كيبيون كيبيون، نخدي في دمي الاشروح دمي الاشروح الكيبيون كيبيون كيبيون. سفيان يا خيي هيا 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 الكيبيون كيبيون كيبيون.
صبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف